تشهد السنوات العشر الأخيرة ارتفاعاً واضحاً بانخراط الفتيات والنساء في عالم الخيول، الفرصة التي تسمح للنساء بالمشاركة في هذا العالم بمجالاته المختلفة، من الاعتناء بالخيول إلى الرياضة والعلاج أكثر من مجرد هواية. فركوب الخيل أمسى مساحة عالية الجودة صحياً ونفسياً للمنطقة، ناهيك عن العلاقة العاطفية والذكية التي تنشأ بين الخيول وراكبيها. أنا بديت ركوب خيل تقريباً قبل سنة، فتت على عالم الخيل على أساس تجربة عادية، دورة أستمتع أنبسط فيها. حبيت ركوب الخيل. أنا بالبداية كنت خايفة، كان عندي صعوبات. بلشت أتعلم بالدورة، كان في تقدم، حسيت أني أنا عم بندمج مع الخيل، حبيت الخيل كثير وصرت أتقدم. رحت بلشت أتعلم بدورة إكستريم، وعن جد حبيت الخيل، في علاقة حلوة بيني وبين الخيل اللي بتدرب معها. يستحوذ عالم الخيل في الآونة الأخيرة على اهتمام كثيرات، لتأثيره الإيجابي على ثقة النساء بأنفسهن وتعزيز توكيد الذات وتقديرها والسيطرة على العواطف وتطوير قدرات أخرى. من كفرمندا شمال الداخل الفلسطيني المحتل، روزين عودي، رؤيا. على خواصيده بين الخيول.